لساتك علشان ما يزعلوش مننا. فنانة صفاء عبد موسيقار حلمي بكر، انا من عشاق برنامج ساعه صفاء، وبودي ان اطرح سؤال على الفنان ضيف حلقه اليوم. هل حقيقي ان المطربه المعتزله عزيزه جلال اعتزلت الفن بسبب حلم بكر، وذلك بسبب خلف وعده لها باعطائها اغنيه اشجاب اشجاب لجاب واعطائها لسميره سعيد بدلا منها؟ وكيف كانت علاقته بالراحل بليغ حمدي؟ ولماذا لم يقف معه في ازمته؟ وهل حقيقي انه كان هناك خلاف بينه وبين الموجي؟ وحتى زياره الموجي الاخيره له جيداء حورانا اذا ما كانش الاسم غلط من سوريا دمشق. بالنسبه لبليغ حمدي بقى ده من اعز 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 اصدقائي، وكان دايما هو اللي طلع على كلمه حلموس، وهو اللي راح جاب المأذون يوم ما اتجوزت سهير رمزي في البيت في عربيته المكشوفه وغنى وبقى يبكي لان احنا الاثنين ما كناش بنسيب بعض. اما في ازمته يعلم الله احنا عملنا ايه، وانا بالذات انا وسيد فرغالي عملنا ايه في بيته ودعينا مين عشان يبقوا على سبيل الحقيقه ويقعدوا من غير ما يعرفهم هم مين. ولكن هو كان يوميها سافر واختفى وحصل اللي حصل. انما قبل ما يموت باسبوعين كان عندي حلموس وجاي خد عوده بتاع، فبليغ صديق عمري واما شدته كلنا وقفنا فيها اللي وقف فيها وقف فيها، ولكن قدروا ان هو يحصل كده. وانا بقول بليغ حمدي مات مرتين، مره بقدر ومره بعمره، والقدر هنا صحيح القدر ربنا هو اللي بيديه، ولكن خارج القدر فعل فاعل. ايه هو؟ انه ظلم في حياته، وانا بقول هذا وده يعتبر ان انا واقف جنبه برضه حتى بعد رحيله بقول انه ظلم فيما نسب.